إصدار الرخصة المهنية للمعلمين 1444 طريقة التقديم ومعايير قبول المعلمين عبر etec.gov.sa. اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444 يتم البحث باستمرار اليوم عن اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444 ورابط وخطوات التسجيل به، حيث قد أعلنت هيئة التقويم والتدريب في المملكة العربية السعودية عن بدء التسجيل في تلك الرخصة بشكل إلكتروني، وذلك عن طريق الرابط الرسمي الخاص بها، والذي يمكن كافة المعلمين من التقديم في ذلك الاختبار بشكل الكتروني من خلال المنزل. اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444. أعلنت هيئة التقويم والتدريب في المملكة عن بدء عمليات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444، كما أنها قد أشارت إلى الرابط الرسمي الذي يمكن التسجيل من خلاله بشكل إلكتروني، كما أن الهيئة أيضا قد قامت بوضع رقم للتواصل معها لمن يرغب في التعرف على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن هذا الاختبار، وهناك عدة خطوات يجب اتباعها لكي تتم عملية التسجيل بنجاح. رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444. قامت الهيئة بتفعيل رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444، وهو الأمر الذي يتم عن طريق اتباع الخطوات التالية. يجب أولاً الدخول إلى موقع هيئة التقويم والتدريب والضغط على الدخول إلى نظام الرخص المهنية، ثم القيام بتسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني. بعد ذلك الضغط على زر إصدار رخصة. قراءة كل الشروط والأحكام بعناية، ثم الضغط على الموافقة عليها. اضغط الآن على زر متابعة. ثم بتسجيل كل البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح.
عليك تسديد المبلغ المطلوب وهو رسوم الرخصة والذي قد يصل إلى 300 ريال سعودي. قم بالنقر فوق المتابعة إلى إشعار التسجيل للانتهاء. طريقة التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية. نتوجه إلى موقع هيئة تقويم التعليم، راح تظهر لنا الصورة هذه في المقدمة، نظام الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، نضغط عليها راح ينقلنا إلى الدخول عن طريق النفاذ الموحد في المملكة اللي هو نظام أبشر. فلذا لازم تسجل في نظام أبشر أولا، ثم تدخل على الدخول عن طريق النفاذ الموحد، فنسجل معلوماتنا ونسجل الكلمة الأمنية اللي في الأسفل، ثم تسجيل دخول. راح يرجعنا إلى موقع هيئة التقويم التعليم. إذا ما رجعك فارجع أنت مرة ثانية، أرجع للخطوات نفسها، لأن بعض الأحيان ما يرجعك. فلذلك ارجع لموقع هيئة التقويم التعليم وادخل نفس المكان اللي دخلنا فيه، فبتدخل مباشرة إلى هذا الملف الخاص فيك، فتقدر منه تعمل أي شيء يخص الرخصة المهنية للمعلمين. فعندك إصدار الرخصة من هنا، معلوماتك إذا أخذت الرخصة راح تظهر هنا، وقت انتهائها هنا. الآن خلينا نشوف كيف نسجل في الاختبار، اللي هو نضغط على الاختبارات، راح تظهر لنا الاختبارات هذه. إذا كان متاح لك التسجيل فتظهر لك العلامة هذه، سجل الآن. طبعا في اختبارين، الاختبار العام والاختبار التخصص. نضغط على سجل الآن، راح ينقلك الآن إلى موقع قياس يطلب منك أنك تسجل. إذا ما كنت مسجل، إذا كنت مسجل راح تظهر معلوماتك بالشكل هذا. إذا ما كنت مسجل امش معاه الخطوات إلى أن يتم تسجيلك. إذا كنت مسجل فانزل إلى الأسفل واضغط تعديل، راح يطلع لك التنبيه هذا، تقرأ وتقول له متابعة. ننتقل الآن إلى حجز الموعد، تظهر لك التعليمات هذه تقرأها، نضغط على أوافق على التعليمات ثم التالي. راح ينقلنا إلى بيانات إضافية نضيفها، ثم ننزل للأسفل نضغط التالي. راح ينقلنا إلى اختيار موعد الاختبار ومكان الاختبار. في البداية اختر المدينة، حتى لو كانت موجودة على المدينة اللي انت تبغاها ارجع واختارها مرة ثانية عشان تتغير البيانات اللي موجودة هنا. ثم اختر المكان اللي تبغى تختبر فيه، راح يطلع لك موقع الاختبار والمواعيد المتاحة. حدد الموعد اللي نبغاه صباح أو مساء، ثم نضغط التالي. راح يعطيك ملخص للاختبار والموعد اللي اخترته، راح يظهر لك المبلغ المالي المفروض اللي تدفعه، فتذكر انك اذا دفعت خلاص ما تقدر تغير الموعد. ننزل تحت نضغط موافق ثم التالي، ثم نوصل الى تسديد المبلغ المالي. ننزل تحت نختار طريقة الدفع المراد الدفع فيها، مثلا ببطاقة الصراف مدى. راح يظهر لك شرح طريقة السداد، فتقول له التالي. راح تظهر لك صفحة الدفع الآن، تختار أي طريقة تبغاها، مثلا مدى. تضع بيانات بطاقة مدى، إذا كان مفعل عندك الدفع بالإنترنت تأكد من حسابك الأونلاين في البنك أو اتصل على بنكك، لازم يكون عندك تفعيل للدفع عن طريق الإنترنت. أو اختار طريقة ثانية للسداد، مثل نظام سداد كأنك تسدد فاتورة كهرباء أو هاتف عن طريق حسابك في البنك أونلاين. فنعبي البيانات الخاصة بالبطاقة الصراف هنا أو بطاقة الفيزا ونضغط بي. راح تجينا رسالة على جوالنا تؤكد الدفع، نضيفه ونضغط رسالة. يختلف من بنك إلى آخر الشكل هذا. راح يرجعنا إلى قياس ويقول لنا تمت العملية بنجاح، نضغط على متابعة إلى إشعار التسجيل. بعض الأحيان بعد التسجيل يقول لك غير مؤكد بانتظار تسديد المبلغ المالي، انتظر وقت بسيط وراح يتحدث هذا الشيء إلى الموعد المحدد. لو تروح الصفحة الرئيسية راح يرجعنا إلى الصفحة الرئيسية اللي بدينا منها، نروح اختبارات، لاحظ أنه مكتوب التفاصيل، تحولت من سجل الآن إلى تفاصيل، معناها أن احنا سجلنا وموعد الاختبار ومكانه. نفس العملية نعملها في تسجيل اختبار التخصص. معايير قبول المعلمين في امتحان الرخصة المهنية. تم وضع بعض المعايير التي يتم عن طريقها القبول في هذا الامتحان، وتلك الشروط هي كالتالي: يجب أن يكون على التزام بالقيم الإسلامية الوسطية والاعتزاز بالهوية الوطنية. أن يكون مدرك جيد لأخلاقيات المهنة. التطوير المستمر. أن يكون ملم بالمهارات اللغوية وكذلك التخصص التابع له.
يلزم التفاعل بشكل جيد مع التربويين والمجتمع. معرفة طرق التخطيط للتدريس. ضرورة إتقان المحتوى الذي سوف يدرسه وكذلك معرفة طرق التدريس العامة والخاصة بالتخصص. يجب توافر تلك المعايير في كافة الأفراد المتقدمين على الامتحان لكي يتم قبولهم والاستفادة من الخدمات المقدمة من تلك الرخصة، حيث يستفيد المعلمون والمعلمات بشكل كبير منها بعد القبول واجتياز الاختبار.